أنفسكم. بعد التقرير هذا تاريخ الكان والفقرة اللي عودناكم بها، ثم نعود إليكم أعزائي المشاهدين. كأس أمم إفريقيا عام 1959 هي البطولة الثانية ضمن بطولات الكاف، وتمت إقامتها في 22 من نفس العام، وشارك فيها 3 دول فقط، هي مصر حاملة اللقب في البطولة الأولى، والسودان وإثيوبيا، وهذه المنتخبات كلها شاركت في البطولة السابقة قبل عامين. تم احتماد نظام في قرعة كأس أمم إفريقيا 1959 على الدور بمجموعة واحدة بين الفرق الثلاثة. في المباراة الافتتاحية لعبت إثيوبيا مع مصر، وفازت مصر ب4 أهداف نظيفة، سجل منها الراحل محمود الجوهري هاتريك، وسجل الهدف الرابع ميمي الشربيني. أما المباراة الثانية فقد فاز فيها السودان على إثيوبيا ب1 مقابل لا شيء، وبذلك أصبحت المباراة النهائية بين المنتخب المصري والمنتخب السوداني على الملعب الأهلي بالجزيرة، حيث استطاع اللاعب عصام بهيج التقدم بهدف في 13:00 من زمن الشوط الأول للمباراة نتيجة بينية دفعها له رفعة الفناجيلي. ثم تعادل الفريقين بعد أن أحرز منزول السودان هدف من خارج منطقة الجزاء في 65، وسيطر منتخب السودان على المباراة، وقبل أن تنتهي وصلت الكرة إلى الجناح الأيسر ليلتقطها شريف الفار الذي مررها لمحمود الجوهري فيلعبها عرضية قابلها محمود بهيج بخلفية مزدوجة داخل شباك حارس مرمى المنتخب السوداني سمير محمد علي، وبذلك تمكن اللاعب المصري عصام بهيج من إحراز هدفين في 89، وحصل المنتخب المصري على البطولة بسبب زيادة عدد الأهداف المحرزة، وتكون مصر قد حصلت على بطولة أمم إفريقيا مرتين متتاليتين، وأصبح ترتيب البطولة هو مصر في المرتبة الأولى برصيد 4 نقاط، ثم السودان برصيد 2، وبعد ذلك إثيوبيا التي لم تحصل على أي نقاط. بعد نجاح بطولتي الأمم في نسختها الأولى والثانية في السودان ومصر على التوالي، جاء الدور على المؤسس الثالث في الاتحاد الإفريقي إثيوبيا ليطالب بحقه في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية سنة 1962، وهو ما حدث بالفعل في 14 يناير من العام 1962، وفيه نالت إثيوبيا شرف تنظيم البطولة على أرضها. مع تزايد أعداد الدول المشاركة في عضوية الاتحاد الإفريقي ووصولهم إلى 9 دول إفريقية، مما حدا بالاتحاد الإفريقي لإقامة تصفيات مؤهلة للبطولة لأول مرة في تاريخها، قرر الاتحاد الإفريقي تقسيم الفرق وإجراء قرعة تم استثناء منها مصر بصفتها حامل اللقب في النسخة الماضية، وكذلك إثيوبيا بصفتها البلد المستضيف للبطولة، ولكن انسحبت السودان ليتبقى 6 منتخبات وهم تونس، المغرب، أوغندا، نيجيريا، غانا وكينيا. تم إجراء قرعة بين المنتخبات 6 على مرحلتين، المرحلة الأولى منها هي لعب كل الفريقين بنظام الذهاب والإياب ليتنافس 3 فرق متأهلة على مقعدين متاحين بجوار مصر وإثيوبيا، وجاءت القرعة كالتالي: تونس في مواجهة المغرب، نيجيريا في مواجهة غانا، وكينيا في مواجهة أوغندا. تأهلت تونس بشكل تلقائي بعد انسحاب المغرب من التصفيات. نيجيريا وغانا لعبا ذهابا وإيابا، المباراة الأولى كانت في مدينة لاغوس في عاصمة نيجيريا وانتهت بالتعادل السلبي، الإياب أقيم في أكرا العاصمة الغانية وانتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وبالتالي تأهلت نيجيريا للدور الثاني بعد إجراء قرعة، وهو كان الأمر المتبع في ذلك التوقيت. أما أوغندا فنجحت في تحقيق الفوز خارج الديار على كينيا بهدف نظيف، وفي الإياب أقيمت المباراة وحيث ردت كينيا الهزيمة السابقة وحققت الفوز بنتيجة هدف نظيف، ولكن كينيا وأوغندا قد قرروا أن التأهل يجب أن تحسم من الملعب، ووافق الاتحاد الإفريقي على طلبهما بلعب مباراة فاصلة، وأقيمت المباراة الفاصلة في نفس البلد أوغندا التي نجحت في الفوز بالمباراة بهدفين نظيفين. بعد تأهل 3 منتخبات للمرحلة النهائية في التصفيات، صعد المنتخب الأوغندي مباشرة إلى النهائيات بالقرعة ليضرب المنتخب التونسي موعدا مع المنتخب النيجيري لصعود أحدهما إلى نهائيات البطولة، وحققت نيجيريا الفوز على أرضها بنتيجة 2-2. لم تكتمل المباراة وانسحبت نيجيريا في الإياب في 65، وكانت النتيجة وقتها التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وقرر الاتحاد الإفريقي احتبار تونس فائزة بنتيجة 2-0، وتأهلت تونس بمجموع المباراتين 3-2. وهنا يكتمل عدد المتأهلين بعد تأهل كل من منتخب تونس وأوغندا بجوار مصر وإثيوبيا. أقيمت البطولة بأديس أبابا عاصمة إثيوبيا، وهذه المرة عادت البطولة للعب بنظام خروج المغلوب، ولعبت المباريات على ملعب هايلا سيلاسي.
قامت إثيوبيا بتنظيم البطولة بشكل جيد جدا بعدما حظيت باهتمام كبير من إمبراطور إثيوبيا هايلا سيلاسي، والذي أراد التتويج بالبطولة المقامة على أرضه بأي ثمن. ولكن كان ثمة عقبة وحيدة تحترق طريق حلمه، ألا وهي المنتخب المصري، أقوى فرق القارة حينها وحامل اللقب لأول بطولتين. نجحت إثيوبيا في فك النحس والهزائم السابقة في النسخ الأولى والثانية، وحققت الفوز في المباراة الافتتاحية على المنتخب التونسي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة. لعب الفريقان مباراة كبيرة شهدت تفوق المنتخب التونسي في بدايتها، عندما تقدم بهدف مبكر للاعب عمار مريشكو في الدقيقة 13، وأعقبه بهدف ثاني في الدقيقة 29 للاعب منصف شريف، لينتفض بعدها الفريق الإثيوبي ويحقق التعادل في 5 دقائق بهدفين للاعب لوتشيانو فالساو في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، وآخر في الدقيقة 36 للاعب جيريما تاكلو. وفي الشوط الثاني واصل لاعبي المنتخب الإثيوبي الضغط ليحسم اللقاء، وهو ما تم بالهدف الثالث في الدقيقة 59 للاعب واركو مانجيستو، وعقبه الهدف الرابع في الدقيقة 75 للاعب ذو الأصول الإيطالية لوتشيانو فالساو قائد المنتخب الإثيوبي، ليحقق المنتخب الإثيوبي أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ويصعد للمباراة النهائية ليلاقي الفائز من مباراة مصر وأوغندا. في المباراة الثانية في نصف النهائي البطولة، نجح المنتخب المصري في تخطي المنتخب الأوغندي العنيد والذي شارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه. انتهت المباراة بنتيجة 2-2، حيث سجل المنتخب المصري بدوي عبد الفتاح في الدقيقة 50 وصالح سليم الهدف الثاني في الدقيقة 57. أما أوغندا فسجل لها جوناتان في الدقيقة 16 من بداية المباراة، ينجح الفراعنة في التأهل إلى النهائي ليضرب موعدا مع المستضيف المنتخب الإثيوبي المتحفز. شهدت البطولة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية بإثيوبيا إقامة مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث لأول مرة في تاريخ البطولة، وجمعت المباراة بين منتخبي تونس وأوغندا في يوم 20 يناير تحت قيادة الحكم الكيني لوزيتو، ونجح الفريق التونسي في اكتساح نظيره الأوغندي ب3-0، ليحقق برونزية البطولة والميدالية الأولى في تاريخه في البطولة الإفريقية. في 11 و20 من شهر يناير 1962 امتلأ ملعب هايلا سيلاسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن آخره، استعدادا للحدث الكبير والمنتظر من جميع المهتمين بكرة القدم في القارة الإفريقية، حيث نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 1962 الذي يجمع بين منتخب الجمهورية العربية المتحدة مصر حاليا ونظيره المنتخب الإثيوبي صاحب الأرض والجمهور تحت قيادة الحكم الدولي الأوغندي ويلسون بروكس. جاءت المباراة مثيرة وحماسية بما يليق بمباراة لنهائي بطولة إفريقيا، حيث بدأت المباراة بتحفظ كبير بين الفريقين إلى أن استطاع نجوم المنتخب المصري ونجم البطولة بدوي عبد الفتاح في فك الاشتباك بتسجيل هدف الفراعنة الأولى في الشباك الإثيوبية في الدقيقة 35، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول من المباراة. مع بداية الشوط الثاني ومع ازدياد صراخ وصيحات المشجعين الإثيوبيين مما ساعد على زيادة الحماس في الفريق الإثيوبي، نجح الفريق المصري الصمود أمام الهجوم الإثيوبي الكاسح والحفاظ على شباكه نظيفة حتى الدقيقة 74، حتى خطف اللاعب جيرما تاكلو هدف التعادل لإثيوبيا لينفجر الملعب فرحا بالهدف. وفي ظل نشوة الفرح للاعبي الفريق الإثيوبي، ينجح الفريق المصري عن طريق نجمه بدوي عبد الفتاح في إضافة الهدف الثاني سريعا، وبعد دقيقة واحدة من هدف المنتخب الإثيوبي ليسود السكوت والذهول أرجاء الملعب مرة أخرى، وتتوقف صيحات الجماهير في محاولة لاستيعاب الصدمة. ولكن بعدها ب10 دقائق يسجل اللاعب واركو مانجيستو، وهو ما انتهت عليه أحداث الشوط الثاني بنتيجة التعادل 2-2، ليتجه الفريقين إلى الأوقات الإضافية. في الأشواط الإضافية بدأ الإرهاق يدب في أوصال اللاعبي الفريق المصري، خصوصا مع ارتفاع الأراضي الإثيوبية عن منسوب سطح البحر وارتفاع نسبة الرطوبة ونقص الأكسجين، وهو ما لم يتعود عليه اللاعب المصري من قبل. ومع استغلال عامل الجمهور الذي ألهب حماس لاعبي إثيوبيا وكذلك طبيعة المناخ غير المحتاد، كثف الفريق الإثيوبي الهجمات على الدفاع المصري حتى نجح اللاعب إيتالو باسالو في تسجيل التقدم في الدقيقة 101، لينتهي الشوط الإضافي الأول بنتيجة 3-2 لصالح الفريق الإثيوبي. وفي الشوط الإضافي الثاني يحاول الفريق المصري إدراك التعادل بهجوم ضاغط على الدفاع الإثيوبي، إلا أن اللاعب واركو مانجيستو يستطيع إطلاق رصاص الرحمة ويسجل الهدف الرابع من هجمة مرتدة مع صافرة الحكم لنهاية اللقاء، ليحقق المراد للمنتخب الإثيوبي وإمبراطور البلاد سيلاسي، ويتوج المنتخب الإثيوبي للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة القارية.
حققت هذه البطولة رقما قياسيا يصعب تحطيمه في الأخزر تهديفا مقارنة بعدد المباريات، حيث جاء فيها 18 هدف في 4 مباريات فقط، أي نسبة 4.5 في كل مباراة، حيث نال فريق إثيوبيا أقوى دفاع وأقوى هجوم، بينما نال كل من واركو مانجيستو من إثيوبيا وبدوي عبد الفتاح من مصر لقب هداف البطولة بثلاثة أهداف.